هاي ضمن محطة إبداع فني اللي نزلتها عندي على قناة اليوتيوب وعلى تيك توك، اليوم رح نحكي بناء على طلب أحد المشاهدين عن الفنان عبد الحليم حافظ وعن أغنية تعتبر فعلا من الإبداعات الفنية وتنضم إلى قائمة إبداع فني، هي أغنية ضي الأناديل، وهي من كلمات الفنان الملحن اللبناني الياسر الرحباني اللي ما بيعرف، والحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. وكانت هذه الاغنيه رح تتقدم للسيده فيروز، ولكن الامور ما شاءت الظروف وزبطت الامور مثل ما بدهم، فعاد موسيقار محمد عبد الوهاب عرضها على عبد الحليم ومشت الامور هونيك وغناها عبد الحليم، اغنيه اكثر من رائعه، بدعيكم تسمعوها على قناه اليوتيوب بشكل كامل، وهون رح احط لكم مقطع منها. يلا لينا نروح نسمع. يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وانت سوا. يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وانت سوا. يا شارع الحنين ضيعنا الهوى فاتتنا السنين أنا وانت سوا. للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة، للنسمة الغريبة لأيامنا القريبة، حنينا واشتقنا للخطوة الحبيبة، للخطوة الحبيبة.